أحبة في الله. المولى سبحانه وتعالى جعل لنفسه أسماء عديدة لا حصر لها ولا عدد، وهذه الأسماء لها صفات ولها أسماء، ومن الأسماء صفات ومن الصفات أسماء. فالمولى جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول أيضا جل شأنه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول أيضا جل شأنه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. هكذا يقول رب العزة جل وعلا: إذا أراد أحدنا أن يتعرف على إنسان في البداية يجب أن يعرف اسمه، بعد ذلك صفته، كنيته، عمله. لذلك إذا أردت أن تعرف ربك جيدا فادخل على أسماء الله جميعا، ما علمت منها وما لم تعلمه فهو في علم الغيب، ثم ادخل على صفاته جل شأنه: وليس كمثله شيء. من هنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كذلك أيضا عندما سأل المشركون المصطفى صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى أتاه جبريل وقال له: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من هنا يقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس إعادة الخلق أو بداية الخلق بأهون إلي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لله ولدا وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. هو الله سبحانه سبحانه الذي يقول: قل هو الله أحد، وكلمة أحد لا تقال إلا لله جل وعلا. لا يصح أن تقول برتقالة أحد أو فلان أحد، ولكن كلمة أحد خصت للمولى جل وعلا فقط. فالواحد له ثاني وله ثالث، ويستخدم في الإثبات والنفي. أما لفظ أحد يستخدم في النفي فقط ولا يطلق إلا لله جل وعلا. قل هو الله أحد لفظ اختص به المولى جل وعلا عن سائر المخلوقات، لا يستطيع أحد أن يضعه في جملة مع اسم. إذن يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد الذي مهيمن على كل شيء، الذي ليس له جوف، المصمت الذي يقضي حوائج العباد، لم يلد، لم يكن له ولد ولا والد ولا صاحبة. إذن له صفة معينة. عندما يقرأ الإنسان هذه السورة قل هو الله أحد كأنه قرأ ثلث القرآن،
فلما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام إننا سنقرأ ثلث القرآن الليلة، فاجتمع الصحابة ومكثوا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. ثم قام المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة لقد قلت لنا نقرأ ثلث القرآن يا رسول الله ولم تقرأ إلا هذه الصورة. قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يبقى اللي هيقرأها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن العظيم. يبقى من أسماء الله كلمة أحد لم تطلق إلا لله جل وعلا. فانظروا جيدا إلى كلمة غفور، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وليس أن لله 99 اسما أن هذه هي الأعداد التي بها أسماء الله، لا، من أحصاها غير من أعدها، الإحصاء بخلاف العدد، من أحصاها دخل الجنة أي من عرفها وعرف صفاتها وعمل بها دخل الجنة، ولكن من يريد أن يعدها لم يستطع أحد أن يعدد أسماء الله نهائيا. دي 99 دول اللي هم المتعارف عليهم، له صفات له أسماء ولكن الأسماء المشهورة هم دول، إنما هل هم دول بس؟ لا. ولذلك انظر ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ادعوا ربنا بأي صفة وبأي اسم من الأسماء. ولذلك المشركين عندما أرادوا أن يسموا أسماء آلهتهم بأسماء مشابهة لله قالوا بدلا أن يقولوا الله قالوا اللات، بدلا من أن يقولوا العزيز قالوا العز. انظروا إلى هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله جل وعلا. إذن لا خلاف بيننا أن الأسماء متعددة وكثيرة، فمن أضاف من أحاديث النبوية فهو على الصواب، ومن أخذ بما في كتاب الله فهو على الصواب، لا خلاف في ذلك. ولكن انظروا إلى لفظ الخالق، انظر إلى الخالق الذي جعل من كل زوجين اثنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظروا إلى الخالق الذي أبدع صورتك يا ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم، الله جل وعلا أبدع في صورتك، أبدع في خلقتك، أبدع فيما سواك، لأنه خلقك بيده وهي صنعة الله جل وعلا، فما أجملها من صنعة. فانظر أخي الكريم، انظر إلى نفسك وقيم نفسك جيدا، إنك سترى نفسك لا يعادلك مليارات من الجنيهات. انظر فقط إلى نعمة من نعم الله جل وعلا عليك، ألا وهي نعمة البصر، النعمة العظيمة. هناك أناس يتمنون أن يروا ولو لحظة، هناك أناس فقدوا أبصارهم، ولكن الله جل وعلا أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة عظيمة، أعطاك نعمة لو أردت أن إن ذهبت وأردت أن تعيدها ولا بكنوز الدنيا تقدر تعيدها مرة تاني. انظر لرحمة ربنا ليك، انظر لعطف ربنا عليك، انظر لرحمته اللي ادالك عينين عشان تشوف بها الحق، تشوف بها حياتك. هل شكرت ربنا على النعمة دي؟ هل أديت شكر ربنا للنعمة اللي ربنا اديها لك دي؟ العين دي لها درجة مئوية معينة، قيل بأنها 9 درجات، يعني لو زادت عن 9 أو قلت ممكن العين تنفجر. انت دلوقتي في عز الصيف اهو، الشمس ولعة، في عز البرد، جسمك مش متحمل وبتغطي جسمك كله ووشك كله، بس تقدر تغطي عينيك؟ تقدر تغطي عينيك من البرد؟ مش هتشوف. برضو في الحرارة جسمك بيبقى كله
وقعد قدام مراوح وماشي في الشارع، لكن تقدر تغطي عينيك او تشيل عينيك من الحراره، درجه الجسم بتوصل ل 40 و 45 درجه، العين لو زادت ممكن تنفجر. شوف رحمه ربنا ليك واحمد ربنا على النعمه دي. ده انت لو بلعت ريقك بس من غير الم قول الحمد لله، لو بلعت ريقك بس من غير الم قول الحمد لله. اللعاب اللي بينزل منك ده في بوقك ده، اللعاب ده لو ما نزلش لمده دقيقه واحده هتموت. اللعاب اللي نازل من بوقك ده ما تقدرش تاكل لقمه الا واللعاب ده نزل. لو اديتك النهارده تفاحه وقلت لك خد كل دي، او اي شيء ناشف وقلت لك خد كله، مش هتقدر تبلع، هيجف يا دوبك هتجرجش وبسنانك مش هتقدر. ليه؟ لان ده شيء صلب ناشف. انما اللعاب اللي بينزل منك ده بيطر الحاجه دي، بيخليها سهله البلع، بتاكل الشيء الناشف واللعاب ينزل يطرها لك. يا اخي ده لو جابوا مصانع الدنيا عشان تنزل سنتي واحد من اللعاب ده مفيش. طب احمد ربنا على النعمه دي، احمد ربنا واعرف قيمتك عند ربنا انها كبيره خالص. ده ربنا سواك، ده ربنا هو الخالق. بص يا اخي لنعمه بسيطه، نعمه اللسان، نعمه اللسان، وقول سبحان الخلاق العظيم، سبحان من خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك في احسن صوره. الصوت اللي طالع منه وانتوا سامعينه ده، الصوت ده عباره عن ايه؟ شويه هواء، هواء طالعين من الحنجره بس. شويه الهواء دول لما بيوصلوا للسان بيطلع صوت. وقف لسانك وطلع شويه الهواء دول، شوف انت هتطلع كم حرف من الحروف، شوف انت هتطلع صوت ولا مش هتطلع صوت. وقف لسانك بس وطلع الهوا ده، مش هتلاقي اي حاجة طلعت منك، ولا حرف واحد من التسعة وعشرين حرف او الثمانية وعشرين اللي اتعلمته في اللغة العربية هيطلع منك. ليه؟ ربنا حط في اللسان ده وفي الشفتين دول 29 حرف. الهوا يطلع، اللسان يروح شمال ويمين وفوق وتحت، والقف من هنا والكف من هنا واللام من هنا والره من هنا والبه عند الشفتين وعلى طرف اللسان واليه والحروف الجوفيه والشجريه. ايه ده؟ كل ده فين؟ في اللسان، في اللسان. اللسان هو اللي بيطلع الكلام اللي انتوا سامعينه ده، اللسان هو اللي بيرطن بالانجليزي والفرنساوي والعربي والطلياني. ايوه دي نعمة. ما هو اللي ما بيتكلمش ده ليه؟ لأنه لسانه واقف، لسانه واقف ما بيتحركش زي لسانك. يا ترى حمدت ربنا على النعمة دي؟ يا ترى استخدمت لسانك في الخير وفي الحلال؟ يا ترى استخدمت لسانك في قراءة القرآن وفي الكلمة الطيبة؟ احمد ربنا على النعمة دي واشكر ربنا وصون النعمه اللي ربنا اديها لك دي. غيرك بيتمنى كلمه واحده يقولها، ده انا بتكلم في نعمه واحده، نعمه البج بس. تخيل سنه واحده، السنه دي، السنه دي تساوي كام؟ السنه لو اتخلعت منك تساوي كام؟ روح لدكتور اسنان واساله، هيقول لك الكشف قليل، بس اول ما تدخل عنده خد على دماغك واحد اتنين تلاتة وانت طالع ادفع قد كده، بس الكشف قليل يشكر. طب وانت طالع دفعت كام؟ وكل ما تخش له هتدفع كام؟ كل ده عشان سنة؟ يا اخي احمد ربنا بقى، احمد ربنا على النعم وقول سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخالق البارئ المصور. فيه غيرك يا اخي ربنا سبحانه وتعالى سلب منه النعم دي؟ ده انت لو بصيت لنعمة العقل اللي ربنا ميزك بيها ورفع العقل من فوق. يا اخي بص للنعمة اللي ربنا اديها لك، شوف الحيوان بياكل ازاي وبيمشي ازاي،
فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. ده شوف ربنا كرمك وخلاك بتمشي على رجلين اتنين، الباقي بيمشي على أربعة. ربنا كرمك وخلى دماغك من فوق غير دماغه من تحت. حيوانات دماغها فين؟ رجليها على أربعة، انت بتمشي على رجلين، في زواحف بتمشي على بطنها. شوف ربنا كرمك قد ايه يا اخي، شوف ربنا ادالك نعم قد ايه. معظم الاشياء بتاكل بحنكها، انت بتاكل بايديك. شوف الحيوان بياكل بحنكه، شوف الطيور بتاكل بحنكها، شوف انت ربنا ادالك ايدين، كرمك وادالك ايدين تاكل بيها. يا ترى ايديك دي بتستخدمها صح ولا غلط؟ قل سبحان الخلاق العظيم، ادعوا الله في السر وانتم موقنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل الاسماء بتاعته علشان كل واحد، لو كل واحد فيكم مسك اسم من اسماء الله الحسنى بس وفكر فيها، فكر في اسم، لو كلنا، لو احنا اتجمعنا كلنا وكل واحد مسك اسم، هنبقى كلنا هندخل الجنة. ليه؟ لأن كل واحد هيعرف المعنى والصفة للاسم ده، وهيعرف ايه ربنا سمى نفسه الاسم ده ليه. امسك لفظ الخالق اللي احنا ماسكين فيه بنتكلم فيه بس ده، وشوف نعمة ربنا عليك يا اخي، شوف الخير اللي انت فيه. ده ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ربنا ما جعلش للرجل جوفين في قلبه، في قلبه في قلبه في جوف قلبين. ايوه، كل واحد ليه قلب واحد بس، انما هل في حد ليه قلبين وثلاثة واربعة؟ ايوه، الرجل مالوش غير قلب واحد بس، انما الانثى بيبقى فيها قلب واثنين وثلاثة واربعة، بتبقى حامل بواحد واثنين وثلاثة واربعة. يبقى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عمر الرجل ما يبقى فيه غير قلب واحد بس، انما المرأة فيها قلب واثنين وثلاثة واربعة. دي مش مترح، مش رحمة ربنا؟ ده مش من عدل ربنا؟ انه لو ربنا ادالك قلب تاني كانت هتبقى كارثة؟ ها؟ ده شوف حكمة ربنا، جعل للنساء قلب واثنين وثلاثة، بتبقى حامل بواد واثنين وثلاثة، وكل واحد ليه قلب، وانت ربنا ادالك قلب واحد بس، عشان تحمد ربنا ان ادالك قلب واحد بس، عشان تشكر ربنا انه ادالك قلب حتى تقف امام الله وانت سليم القلب. التانية دي بتقف قدام ربنا بيبقى قلب واثنين وثلاثة معلقين بيها. خلقة ربنا كده، انت وحديك كده. طب بص نعمة ربنا عليك، وبص لحكمة ربنا فيك، وبص للعظام اللي ربنا ادهالك، 360 عظمة فيك، وعاوز 360 عظمة تتصدق كل يوم عن عظمة منهم، تقدر؟ حد فين يقدر يتصدق 360 صدقة كل يوم؟ حد عنده مقدرة؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ويجزئ ذلك ركعتي الضحى. اللي بيصلي ركعتين الضحى بس يبقى بيتصدق كل يوم ب 360 صدقة، بيتصدق على جسمه. عشان تتصدق على الخلقه اللي ربنا اديها لك دي، حافظ على صلاه الضحى، ركعتين بس تصليهم من الضحى كانك بتتصدق على جسمك. لو صليت الصبح في جماعه يبقى انت في ذمه ربنا. حافظ على صلاه الصبح في الجماعه، حافظ على صلاه الصبح كده في وقتها، تبقى اليوم كله في ذمه ربنا اللي حميك ربنا واللي حافظك ربنا. لو انت نازل من البيت قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، بس بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله،
الملائكة تقول لك ايه؟ هديت وكفيت. ده انت بقيت في كنف ربنا وفي رحمة ربنا عشان بتذكر ربنا بس. يا اخي ده انت لو قمت من النوم، لو قمت من النوم وايديك اتحركت وعينيك شافت ورجليك، احمد ربنا وقول سبحان الخالق، في غيرك نايم مش قادر يقوم، في غيرك قاعد مش قادر يقف، في غيرك بيتمنى يتحرك صباع مش ايد صباع. لو قمت من النوم بس وفتحت عينك كده احمد ربنا، لو قمت من النوم بس ورجلك اتحركت وقمت وقفت عليها احمد ربنا. يا اخي يا اخوان احمد ربنا على النعم اللي انتوا فيها، احنا في نعم عظيمة يجب ان نؤدي شكرها لله، يجب علينا ان نسجد لله شكرا على كل نعمة. ده انت وصلك تجي 360 سجدة كل يوم. نحمد ربنا على النعم دي ونذكر ربنا سبحانه وتعالى في كل وقت، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتغمدنا في رحمته. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم قض عنا ديوننا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا شاكرين لك يا رب العالمين، ذاكرين لأسمائك يا كريم. اللهم اكتبنا عندك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، واكرم شبابنا يا رب العالمين، واكرم بناتنا وزوجاتنا يا كريم، وحافظ على مصرنا يا رب العالمين، وحافظ على جيشنا وشرطتنا ونيلنا وأرضنا وسمائنا وقيادتنا، وحافظ على شعبنا يا رب. وصل اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر. الله